احتفلت مدينة الشحر بيوم النظافة الوطني بطريقتها الخاصة بإعادة تأهيل المعالم التاريخية والأثرية للمدينة، والتي تأتي ضمن فعاليات أسبوع النظافة والبيئة ولتحسين المنظر الجمالي للمدينة. ها هي بوابة الشحر التاريخية تستعيد رونقها الأثري من جديد بعد أعمال الترميمات التي نفذها مكتب مشروع النظافة والتحسين بمدينة الشحر للمعالم التاريخية، والتي تمثلت في سدة العيدروس وسدة الخور. وتحتل سدتي العيدروس والخور مكانة هامة للمواطنين بمدينة الشحر بكونها رمزا تاريخيا شاهدا على الحقبات الزمنية التي مرت بها البلاد، ودلالة شاهدة للمداخل والحصون الخاصة للمدينة والتي يحيط بها السور التاريخي الذي تعرض للخراب والإهمال. أعمال النظافة في هذا الأسبوع، أسبوع النظافة، معناه ظهرت المدينة بمنظر جميل، ونتمنى نحن من قبل أن يكون هذا المناظر مستبشرة، يعني تفرح المواطن والنظافة وديننا، حتى على النظافة، النظافة من الإيمان. مشروع التأهيل الخاص للمعالم التاريخية بمدينة الشحر لاقى استحسانا كبيرا لدى المهتمين بالجانب التاريخي وللمواطنين الذين يأملون أن يستمر هذا الاهتمام وأن يطال كل المعالم التي تعكس حاضر المدينة المتجذرة في أصول التاريخ. نشكر الجهود اللي مبذولة صراحة في هذه الأيام. الشحر ظهرت، ونحن الشحر معروفين بالنظافة وعمال النظافة صراحة في هذه الأيام يشتغلون وبدلون جهد كبير، لكن نحن لابد أن نكون مستمرين في هذا العمل. العمل مش عمل يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام، الشحر بغت مننا المزيد. مدينة الشحر استطاعت أن تعكس جمالها على كثير من زوارها من خلال إظهار معالمها التاريخية ومحافظتها على الموروث الثقافي المعاصر وتقديمه للأجيال القادمة.